البرشام ده هيريحك لما تجيلي مستشفى وتدخل على قسم الاعصاب عدل. حاضر، بس اشوف الحل ارجوك. انا العيال ابتدت تخاف مني في البيت، اعمل ايه؟ اسيب البيت؟ السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. ثانيه واحده بس اتكلم مع الدكتور. يا دكتور. طب انت عندكم سراير في العياده؟ لحظه واحده من فضلك، لحظه واحده. حاضر. خلاص يا دكتور، اعتبر المكان مكانك، تمام؟ والكرسي خلاص اتحجز باسم حضرتك. تمام، هذا السرير ده كاتم للصوت، وده اللي هدف العنتابلي. مورنينج. الله الحلاوه دي. ربنا يخليك. الله يخليك والنبي، بس عشان انا يعني بتفزع شويه من الحركه دي. هل انت كنت واقف مع الدكتور الف لا باس شر عليك؟ كنت بتاع بخصوص البق ده عيان. الف لا باس شر عليك. الحمد لله. بقول لحضرتك ايه يا نادي، هو السرير اللي هناك ده كم هذا السرير؟ ده 4500 جنيه لحد البيت، وحساب العربيه عليك، يعني كله 4800 جنيه. لا لا لا، مش عايز، انا عايز حاجه اوطى من كده، انا حاجه اوسخ من كده شويه. في ده 900 جنيه بالمشال. ده حلو قوي، ده انا جربته. حلو. انا جربت ده، عملت كده وكده فكت من الصوت ما شاء الله. بكام حضرتك؟ 900 جنيه بالمشال لحد البيت بالمشال. اه طب لو انا جيت شلته من هنا يبقى بكام؟ ب 800 جنيه. طب لو انا جيت نمت عليه هنا بكام؟ والله انت ظريف جدا. ايوه قوي، ضحكتك عسل والله. بقول لك مره واحد دماغه مشغوله قال له فين واتصل تاني. سلام ورحمه الله وبركاته. عسل والله، ربنا يخليك. طب السرير ده حاخده ان شاء الله، هقدر ادفع الفلوس هنا في الكوافير؟ لا، الكاشير هنا يا اكسلانس. حلو قوي. طب والسرير ده سكنانس يعني هيوصل في خلال قد ايه؟ لو دفعت الفلوس النهارده هتاخده يوم الخميس. الخميس 22 بعد بكره. ايوه. مرسى وسكنانس. اصحى يا لمبي، الساعة بقت 9:30. واحنا بقى على الصبح، الخناقات اللي هتبقى على المصيرة وسنين المصيرة في السودة وبوزها اللي هيبقى ثلاث انطار قدامها. الحاجات دي اتغيرت ازاي؟ والسرير ده جاي امتى؟ طب هو السرير ده سكنانس يعني هيوصل في خلال قد ايه؟ بعد بكره. خميس 22. ايه ده؟ نجدة! نجدة! مش هتقدر تغمض عينيك.